أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل ما يفعله الرافضة اليوم من التحالف مع الكفار ضد المسلمين من الموالاة التي تخرج من الملة؟ ما عند الرافضة إلا مسألة تحالف مع الكفار، عندهم كفريات غير هذا، مذهبهم واضح، كتبهم مملوءة من هذه الفضائع، كفر كتبهم الآن هي التي فضحتهم، لأن اللي ألفها أئمتهم وقادتهم ولا يقدرون ينكرونها. نعم.